كيف أحمي نفسي من فيروس كورونا؟ وكما يقال الوقاية خير من العلاج، في خطوات أساسية لابد من اتباعها للحماية من فيروس الكورونا والحماية من الكثير من الأمراض الفيروسية الأخرى. أهم خطوة فيها وأول خطوة هي النظافة الشخصية، خاصة غسل الأيدي بشكل دائم بالماء والصابون أو فركها بالكحول. الخطوة الثانية والمهمة هو اتباع آداب العطس والسعال. وقت العطس والسعال لابد من تغطية الأنف والفم بمنديل والتخلص منه بشكل آمن، أو في حالة عدم وجود ممكن استخدام المرفق أو الثراع المثني. بهذه الطريقة نقدر نعطس أو وقت السعال، ده بيقلل بكتير من فرص انتقال العدوى إلى الآخرين. الخطوة الثالثة والمهمة هي تجنب المخالطة اللصيقة، بمعنى القرب الشديد من شخص لديه أعراض جهاز تنفسي كأعراض البرد أو نزلات البرد أو الإنفلونزا. الخطوة الرابعة والمهمة هو طهي الطعام، وخاصة المنتجات الحيوانية والطيور والبيض بشكل جيد. الحرارة لها القدرة كبيرة على قتل الفيروسات، وبالتالي بنقدر نحمي نفسنا أن أي مرض ممكن ينتقل من حيوان إلى إنسان. الخطوة الخامسة والأخيرة والمهمة هو تجنب التعامل الغير آمن مع الحيوانات، سواء كانت برية أو حيوانات المزرعة.